وللحديث أكثر حول سوق العملات معنا من لندن السيد ريتشارد بيري وهو محلل الأسواق في هانتك ماركتس. مرحبا بك ريتشارد. لنذهب بداية إلى المستويات التي يتحرك ضمنها اليورو. هل برأيك أن اليورو مؤهل للارتفاع أكثر كما رأينا بيانات إيجابية إلى حد ما بالنسبة لبيانات التضخم إضافة إلى وضع البطالة، وماذا يمكن أن نتوقع أيضا من قرار المركزي المستقبلي؟ أعتقد أن اليورو في مسار صاعد وتحديدا مقابل الدولار على المدى البعيد، لكن على المدى المتوسط هو عالق في حالة التداول العرضي التي علق فيها منذ بداية 2018. طبعا البيانات تحسنت، مؤشرات مدري المشتريات قطاع، هناك مؤشر مدري المشتريات للخدمات سيطر غدا، لكن مؤشرات مدري المشتريات انخفضت إلى نمسها في 4 أو 5 سنوات. وبالنسبة لبيانات التضخم اليوم، رقم التضخم الأساسي لا زال غير قادر على الارتفاع، والبنك المركزي الأوروبي هو بنك يعتمد على مستوى التضخم، وبالتالي غياب التضخم في منطقة اليورو هذا الأمر لن يجبر المتشددين على إنهاء التيسير الكمي. البنك المركزي الأوروبي يناور ويريد إنهاء برنامج التيسير الكمي في 2018، لكن أعتقد أن بيانات التضخم مشكلة وستظل تعيق اليورو في الأشهر المقبلة، وبالتأكيد هناك ميل لدى اليورو للارتفاع، وهذا الأمر سيجعل اليورو أفضل أداء مقابل اليورو، لكن بيانات التضخم الصادرة اليوم تشير إلى أن التضخم لا زال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي وسيعيق حركة اليورو التي كنا نتوقعها سابقا. لكن مع مضي اليورو والبنك المركزي الأوروبي إلى نهاية برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من 2018 سيكون هناك تزايد إضافي في اليورو، لكن حاليا اليورو سيظل عالقا بين 1.21 و 1.25. طيب الملفت ريتشارد بأنه في ظل وجود مخاوف كبيرة من حرب تجارية ستؤثر طبعا أكيد على الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ذلك لا نشهد ضعف كبير للدولار، لا نشهد تراجعات كبيرة على عوائد السندات الأمريكية، وكأنه المستثمر حتى الآن غير متخوف على الأقل تجاه الاقتصاد الأمريكي. ما سبب هذا الهدوء برأيك؟ الأمر مثير للاهتمام لأن التعرفة الجمركية التي تستهدف قطاعات محددة بالتأكيد كان هناك رد فعل هذا الصباح في البورصة التي انخفضت، لكن سوق العملات الأجنبية لم تتحرك كثيرا، كان لدينا تراجع بنقطتي أساس في عائد سند ال10 سنوات، وبالتالي لم يكن هناك رد الفعل الكبير، وسوق العملات الأجنبية أوسع نطاقا، وبالتالي التعرفة الجمركية من الصين ضد السيارات ومنتجات الفضاء الأمريكية وفول الصويا هي عبارة عن مجالات محددة، وهذا الأمر سيؤثر على أسواق الأسهم وليس العملات الأجنبية. وإذا تزايد رد الفعل من أمريكا قد يكون لدينا تأثير من الجولة الثانية أو من الجولة الثالثة في وقت لاحق، وقد يبدأ التأثير على أسواق العملات الأجنبية. هناك بعض الضعف في الدولار على خلفية فرض التعريفة الجمركية، لأننا إذا انتقلنا إلى حرب تجارية كاملة فهذا بالتأكيد سيترك أثره على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي، وبالتالي أعتقد أنه سيكون لدينا ضعف في الدولار بناء على ذلك. لكن في الوقت الحاضر سوق العملات الأجنبية تتمتع بهدوء نسبي لأنها ليست واثقة بأننا سنشهد حربا هائلة،
بل هناك اعتقاد بأن الوقت المناسب سيؤدي إلى حصول اتفاق وتسوية. نعم، وبرأيك هل سيبقى الين أيضا من العملات المفضلة، وكيف تتعامل معه الأسواق في هذه المرحلة، يعني حتى تتضح صورة يعني مسار هذه الحرب بين أمريكا والصين؟ هل سيبقى من ضمن العملات المفضلة، وما هي مستويات تحركاته؟ الين عند مستوى مثير للاهتمام حاليا في هذه اللحظة تحديدا، لأن الين يضعف في الأيام القليلة الماضية. اليوم سجل بعض القوة لكنه وصل إلى مستويات هامة بالنسبة لعدد من الأزواج التي نراقبها. واحد من الأزواج الأساسية التي نراقبها هو الدولار الأسترالي مقابل الين، وهذا الزوج سجل ارتفاعا إلى 81.5 في العشرة أيام الماضية. وبالنسبة للدولار الأسترالي هو مؤشر على المخاطر الجارية العالمية، وإذا لم ينخفض الأسترالي هذا يعني أن هناك تحولا أقل نحو الملاذات الآمنة في الأسواق. حاليا الين كان أداؤه جيدا اليوم، وهو أو هذا الأمر كرد فعل على ما حصل من الصين. وسنراقب الين في اليومين المقبلين لنرى إذا كان سيواصل التحرك نحو مستويات أقوى أو أنه سيتراجع، لأن زوج الدولارين وصل إلى 107 ينات وهذا مستوى أساسي. وكما قلت زوج الأسترالي ين وصل إلى 81.50 وهذا مستوى أساسي، وبالتالي نحن أمام وقت مثير للاهتمام بالنسبة للين. وإذا استمرت الحرب التجارية في التوسع وانتقلت إلى تأثيرات الجولة الثانية والجولة الثالثة بحيث يكون هناك ردود أفعال انتقامية متبادلة، وإذا تصعد الوضع فإن الين سيقوى. لكن في الوقت الحاضر لا زلت أعتقد أن أسواق العملات الأجنبية أكثر حذرا تجاه التداول في الين. وأشكرك ريتشارد بيري، وأنت محلل أسواق في هانتك ماركتس على كل هذه